بين 2014 و2018 ارتفعت كلفة نقل مباريات كأس العالم من 3 إلى 10 مليون دولار لتكتمل الفضيحة مع إعلان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أنه حصل من شركة بي إن سبورتس على نفس العرض الذي أعطي للبنان عام 2018 لعرض 22 مباراة عبر تلفزيون لبنان و66 مباراة عبر الكيبل وبنفس الكلفة أي 5 مليون دولار. ليطرح أول سؤال نفسه، إذا كان لبنان قد حصل على عرض بكلفة 5 مليون دولار، لماذا دفع 10 مليون دولار في العام 2018؟ فضيحة الفساد هذه ليست جديدة، وسبق أن وضعت أمام القضاء اللبناني وتحديداً النيابة العامة المالية بإخبار من الزميل إدمون ساسين والمحامي علي عباس حول هذا الملف بهدر 6 مليون دولار من المال العام في حزيران 2021. نتيجة هذا الإخبار باشرت النيابة العامة المالية تحقيقاتها عبر القاضية دورا الخازن التي كلفت خبيراً إعداد تقرير حول الملف، كان يومها بيير كخيا الذي تولى سابقاً رئاسة وحدة الرياضة في القوات، وعندما آثرت الخازن تعيين خبير ثان لفلف الملف عشية نيابية 2022. حضرنا عدة جلسات بناء على طلب الرئيسي دورا الخازن اللي هي كانت تستلم الملف عم تحقق فيه، اعطينا عدة افادات فيه، صار في عدة استجوابات بقلب الملف سواء للاشخاص المعنيين كوزراء، نحن بنعرف انه بوقتها كان وزير الاتصالات هو جمال الجراح، كان وزير الاعلام هو ملحم الرياشي، كان وزير الشباب والرياضه هو محمد فناش، وكان في موضوع شركه سما اللي هي كانت عم تقبض المبالغ. اليوم نحن عم نحط ملاحظه صغيره انه بوقتها شركه سما كانت هي اللي عم تقبض 10 مليون دولار، اليوم عم بيصير كان الاتفاق بين مباشره بين بي ان سبور وبين وزاره وين وزير الاعلام بدون المرور بشركه سما، وتعين خبير حتى بالملف ليثبت انه فعلا ما صار نقل مثل ما كان منصوص عليه بالاتفاق، ولكن للاسف وقت الانتخابات صار في لفلف للملف ونضب الملف بهالجرور. في العام 2018 كانت اللجنة الوزارية التي ضمت وزراء الإعلام ملحم رياشي والاتصالات جمال الجراح والشباب والرياضة محمد فنيش تتباهى بنقل المونديال مجانا للبنانيين. بيوم انطلاق المونديال لما أعلنوا أنه حننقل مباريات كأس العالم 2018 ما أعلن الاتفاق بحذافيره، أعلن فقط أنه تلفزيون لبنان حينقل المباريات. اليوم نحن اطلعنا بتفاصيل العقود تبين لأنه لا مش بس تلفزيون لبنان له حق ينقل هذا، انتم مجبورين تعطوا كل باقة البي ان سبور لكل اصحاب الكيبل مجانا، يعني نحن كدوله لبنانيه دفعنا لشركه سما 6 مليون دولار لحتى تعطي اصحاب الكيبل هذا الباقة البي ان كاملة مجانا، والامر يلي ما صار فعليا، الامر يلي صار انه حتى اصحاب الكيبل يلي نقلوا باقة البي ان هن دفعوا لشركه سما وبنفس الوقت اخذوا من المواطنين ثمن هالشيء، يعني زادوا على الشركات المواطنين في حين كانت الدوله اللبنانيه هي دافعتهم 106 مليون دولار لحتى يفيدوا الشعب اللبناني من الخدمه، هون لكن انت اخذت من الدوله اللبنانيه من المال العام واخذت من الشعب اللبناني لتنقل بي ان سبورت. احنا عندنا مستندات بتثبت انه الاتفاق كان من ايار متفقين عليه، ولكن تاخر اعلانه ليوم اطلاق المونديال، وبالتالي انتم عم تعطوا فرصه تفقدوا الامل للشعب اللبناني انه حيصير في نقل للمونديال عن طريق الدوله اللبنانيه عن طريق تلفزيون لبنان، وعم تيجي تخلوا المواطن اللي بده يحضر فوتبول يروح يشتريها للخدمه من شركه سما، وبالتالي شركه سما ضلت تبيع ل 14 حزيران الشعب اللبناني نقل على اساس انه ما في نقل مجاني، صاروا يشتروا كل اللي بحبوا فوتبول راحوا اشتروا، بنفس الوقت باعت كل شركات الكيبل مثل كيبل فيجن وغيرها اللي هن بيبيعوا الخدمه للمواطنين واخذوا حقها من المواطن من بعد ما دفعوا لشركه سما. من قيمه العقد مع سما مليونا دولار حددت لقيمه الاعلانات التي تعود للشركه من نقل تلفزيون لبنان للمباريات، وهنا فضيحه اخرى مع تكتم شركه الاعلانات يومها عن مردود اخر 10 ايام. طبعا اعلانات تلفزيون لبنان لما انت تيجي تعلني ب 14 حزيران حيقول ما حيكون في حجم اعلانات كبير. فعليا طلع 700 ألف دولار من اعلانات تلفزيون لبنان، ضل في 1,300,000 ببعث كتاب وزير الجراح وقتها لشركتي الخلوه تفضلوا تدفعوه لشركه سما مناصفه. والاكثر من هيك في سرقه اكبر عم تصير انه ال 700 ألف دولار اللي طلعناهم من الاعلانات هذا الكتاب اللي بعت شركه الاعلانات بوقتها اللي هي ميديا تيلي لاين ميديا بتقول انه بلغت اعلانات تلفزيون لبنان لغايه تاريخ 5/7، نحن بنعرف انه المونديال خلص ب 15/7، في 10 ايام يلي هن اهم 10 ايام بالمونديال يلي فيهم ربع نهائي ونصف نهائي والنهائي، ما نعرف وين راحت اموال الاعلانات تبعيتهم.
في العام 2018 كانت حصرية سما لتوزيع بي إن واضحة ومسجلة في وزارة الاقتصاد، لكنها اليوم غير ثابتة. فعلى أي أساس تتقاضى سما اشتراكات باقة بي إن؟ خصوصا أن المعلومات تفيد عن دعوى قضائية رفعتها بي إن سبورتس على شركة سما في فرنسا، وسط معلومات عن أن المجموعة القطرية لم تتقاضى من سما إلا 2.5 مليون دولار من المبلغ المتفق عليه عام 2018. اليوم ما سجلت شركة سما أي توكيل حصري بوزارة الاقتصاد، هذا تطلع علامات استفهام. هل لا زالت تحوز الحصري أو أنه اللي عم بيصير هو خوات من الناس بس مش أكثر؟ هذا سؤال بيطرح حاله، وأنا بسأل الدولة اللبنانية وبسأل القضاء، تفضلوا روحوا اسألوا شركة بي إن سبور إذا هي عاطية توكيل حصري لحدا بلبنان لحتى يقدر يبيع الخدمة بلبنان مثل ما عم يبيعها هلا ويحقق أرباح طائلة من مال الشعب اللبناني يلي عم يحرم من حضور المونديال وعم يضطر إذا بده يحضر المونديال يدفع مصاري ليحضر المونديال، في حين كان يقدر من خلال الاموال العامه يلي انتم نهبتوها كلها الفتره السابقه كان فينا نامن نحن نقل المونديال للشعب اللبناني. انا بتحدى يبينوها للورقه انه ما راح تحصل على مونديال 2022، ما انا طلبتها منهم عده مرات ما عم يبينوها للناس، حتى الايصالات اللي عم يعطوها لباقي الشركات لاصحاب الكيبل ما عم يكون فيها كلمه شركه بي ان سبور، عم تكون ايصال من شركه سما بدون ما يكون في ذكر لشركه بي ان سبور. لا تقدر تتصرف بالطريقه اللي عم تصرف فيها بدون ما تثبت انه هي مع الحق الحصري، اكيد في عندها حمايات سياسيه. كل جوانب الملف فضيحه، حتى في كلفه افطار الاعلان عن نقل المونديال وهويات المستفيدين. عملتوا افطار كلف 150 الف دولار، رحنا سالنا كل الخبراء بموضوع الافطارات وموضوع الحفلات اللي فيها مثل اللي صار بوقت كاس العالم، ما بتتعدى ال 20 30 الف دولار، وين راحوا ال 150 الف دولار؟ وبنعرف مين كان مستشار وزير الاعلام بوقتها، وبنعرف مين الشركه اللي عملت الافطار بوقتها، كلكم عم تتحاصصوا من المال العام اللي مين استاذ علي؟ خزينه الدوله. مين المستشار ومن هي الشركه اللي نظمت هيدا المستشار؟ كان مستشار وزير الاعلام كان تامر دويك، شركه تابعه حدا من بيت فياض، نفس الخط السياسي، كنتوا كلكم عم تنفعوا جماعاتكم لما كنتوا بالسلطه. وضع وزير الاعلام زياد مكاري تفاصيل ما تفاوض حوله مع بي ان سبورتس مباشره امام الراي العام، وفضح حقيقه كلام كثير من بينه ما قاله سابقا وزير الاتصالات جمال الجراح ان كلفه نقل مونديال 2018 بلغت 12 مليون دولار خفضت الى 10 نتيجة تدخل سعد الحريري مع قطر. نتيجة ذلك وبعد لفلفة الملف قبل الانتخابات حركه النائب العام المالي اليوم طالبا من ديوان المحاسبة التدقيق بالعقود، علما أن عناصر الملف تفرض دعوى جزائية. كان فيك تطلب بوقتها من ديوان المحاسبة إذا هي العقود مضبوطة ولا لا، إذا مطابقة للأصول ولا لا، مش هلأ لحتى أنت تحمي حالك لأنك قصرت بملف بتحقيقات ونضب الجارور جاي اليوم عم تفتحيها للملف لانه عم تستبقي انه نحن نروح ونقول لك انه ليك كيف قصرتي انت هون وليك كيف فضحوا هون، نحن بنطلب من ديوان المحاسب اليوم يوم يبت بسرعه بالموضوع ويرجع الملف لانه هون في جرم جزائي، مش بس في اخلال بالواجبات الوظيفيه، في سرقه مال عام، هون في سرقه للمال العام، في ناس سرقت المال العام وتحاصصت المال العام، هون المفروض يكونوا بالحبوس. عمليا دفع اللبنانيون في العام 2018 كلفه نقل مونديالين ولم يشاهدوا الا مونديالا واحدا. أين ذهبت المليارات الستة المهدورة؟ من استفاد منها ومن سرق اللبنانيين؟ الفضائح تعود حتى إلى مونديال 2014، ووحده قضاء سبق ولفلف الملف لغايات انتخابية مطالب بكشف الصفقات.